في مصر بيشتغلها يعني، فهي من من الناس اللي انا احب ان والله فانا سعيد بيها وكل سبورت ليها. مساء الخير على حضراتكم جميعا. في البداية أنا بحب أشكر أستاذي الفاضل الأستاذ محمد عز على الدعوة الكريمة أن أنا أول محاضرة في المؤتمر، شرف كبير ليا، وشكرا على المقدمة بتاعت حضرتك دكتور محمد. أنا هتكلم عن بعض حالات النيونيتال انكفالوباسي. في البداية بس يعني إيه كلمة نيونيتال انكفالوباسي؟ يعني الطفل اللي في أول 28 يوم من عمره برزنتد بارتريشن في الليفل اوف كونشسنس، سواء هايبر اليرت او ديستربت يعني ديكريز الليفل اوف كونشسنس، ومعاه برين ستيم ديس فانكشن او موتور ديس فانكشن. بس لما الطفل بيحصل فيه الحاله دي ده كلينيكال تيرم، بنقول عليه ان هو في نيونيتال انكفالوباسي، ده كلينيكال تيرم مش اتيولوجيك. لازم نكون عارفين بقى ايه السبب اللي عمل في الطفل ده. الموست كومن كوز واول حاجه لازم نفكر فيها هي الاتش اي اي او الهايبوكسيك اسكيميك انكفالوباسي. بقيه الاسباب بنسميها النون هايبوكسيك اسكيميك كوزز من مدى اهميه اصلا الاتش اي اي. ايه الاسباب الثانيه اللي ممكن تعمل في الطفل ده المنظر بتاع النيونيتال انكفالوباسي؟ في عندنا نيورو ميتابوليك، نيورو جينيتيك، برين مالفورميشن، سي ان اس انفيكشن، او الفاسكولار ديس اوردر اللي ممكن تكون موجوده في الطفل ده. اول حاله معانا طفل فول تيرم كان 3 كيلو، كان نورمال كورس اوف بريجننسي، بعد كده حصل ليت فيتال هارت ريت ديسيليريشن، اتولد بإيفيدنس اوف اسيدوزيس، كانت البي اتش 6.8، كان في احتاج بوست برجر فنتيليشن لغايه 10 دقائق، والابجار سكور عند 10 دقائق كان 7. الطفل ده النيورولوجيكال اكزامينيشن بتاعه كان ليسارجيك هايبوتونيك وابسنت مورو ريفلكس. ايه رايكم في التشخيص والمين لاين اوف تريتمنت؟ طبعا كل النيوناتولوجي عارفين اتش اي اي، يعني ده احنا بنتكلم دلوقتي في كاتيجوري الاتش اي اي، فالطفل ده اتش اي اي او هايبوكسيك اسكيميك انكفالوباسي، واكيد المين لاين اوف تريتمنت از ثيرابيوتيك هايبوثيرميا. طب نشوف السيناريو الثاني كده، طفل برضه فول تيرم 3 كيلو نورمال كورس اوف ريجننسي، اتولد سيزيريان بسبب يوتراين رابشر، بعد كده في ايفيدنس اوف اسيدوزيس برضه البي اتش 7، احتاج بوست برجر فنتيليشن عند لغايه 15 دقيقه، الابجار سكور عند 10 دقائق كان 3، بس النيورولوجيكال اكزامينيشن بتاعه كان كومبليتلي فري، كان كونشوس، كان نورمال تون وكومبليت مورو، نورمال هارت ريت اند ريسبيريشن. ايه رايكم في التشخيص وايه رايكم في التريتمنت؟ هل هو مختلف عن الطفل اللي فات؟ يعني داخل تحت كاتيجوري الاتش اي اي، طب رايكم هيحتاج ثيرابيوتيك هايبوثيرميا ولا لا؟ طيب مين فيهم اتش اي ومحتاج ثيرابيوتيك هايبوثيرميا، الاول ولا الثاني ولا الاثنين ولا واحد فيهم؟ الاول. طب علشان نبقى فاهمين اجابه الاثنين سيناريو ده هناخد بس باك جراوند عن الاتش اي اي. هو من اسمه هايبوكسيك يعني نقص الاكسجين اللي واصل للتشو، اسكيميك يعني نقص البلد سبلاي، وانكيفالوبوسي يعني الطفل بريزنتد بنيولوجي ابنورمال نيورولوجيكال اكزامينيشن، هنقولهم دلوقتي في الموديفايد سيرناتي سكور، يعني هيبقى فيه ابنورماليتي في التون، في الريفلكس، في البوتشر، في السبونتينيوس موفمنت هنقولهم. بس علشان نشخص الهايبوكسيك اسكيميك انكيفالوبوسي لازم يكون الطفل ده اتعرض لاكيوت برينيتال سنتينل ايفنت، حصل له حاجه اكيوت صدم كده، لا اما انتي نيتال، يا اما وقت الولاده، لا اما ايميديتلي بوست نيتال. ايه اللي حصل بالظبط؟ حصل مشكله في الاكسجين او البلد سبلاي اللي وصل للطفل ده بسبب مشكله في الام، امبيرمنت اوف اوكسجينيشن، مشكله في البلاسينتا، مشكله في البلد فلول اللي ماشي في البلاسينتا، او زياده الاكسجين ريكويرمنت في الطفل ده. كل الحاجات دي ادت في النهايه، حاجه منهم او كل الحاجات دي ادت في النهايه ان الطفل وصل له اكسجين وبلاد سبلاي اقل من الطبيعي، فتعرض لحاجه اسمها برينيتال اسفكسيا. البرينيتال اسفكسيا معناها ان الطفل صدن انصت كده، حصل له تكسيريس في الاكسجين بلاد سبلاي، حصل امبير للجاز اكستشينج، بدا بعديها الطفل ما فيش في بدا يبقى في انرجي فيلير، فبدا يعتمد على اذر سورس للانرجي اللي هو الانيروبيك ميتابوليزم، النهايه بتاعتها طلع اللاكتيك اسيد، فحصل الميتابوليك اسيدوزيس، فالطفل بيبقى فيه ايفيدنس اوف اسيدوزيس، الكورد بي اتش بتبقى اقل من 7. يبقى الطفل تعرض لنقص الاكسجين، نقص البلاد سبلاي، اعتمد على مصدر ثاني للطاقه الانيروبيك ميتابوليزم، طلعت لي في النهايه اللاكتيك اسيد، الحاجه دي على بعضها اسمها البرينيتال اسفكسيا. طب الطفل اللي اتعرض للبرينيتال، احنا بنتكلم من حاجه حصلت انتي نيتال او نيتال او ايميديتلي بوست نيتال، هيتولد شكله عامل ازاي؟ لو مولود بابنورمال منتال ستيت في اول ساعه من عمره اسمها البرينيتال ديبريشن. لو الابنورمال منتال ستيت دي كملت بيوند الفيرست اور اوف لايف يبقى اسمها النيونيتال انكيفالوبسي.
يعني ملخص الاحداث، الام بريجننت طول فتره الحمل كانت طبيعيه، ما فيش اي مشكله خالص، اتعرضت لحاجه عملت نقص في الاكسجين او بلاد سبلاي اللي وصل الطفل، امبيرد اوكسجينيشن في الام، او حاجه حصلت في البلاسينتا او الاكسجين ريكويرمنت زادت في الطفل، الحدث ده حصل انتي نيتال او اثناء الدليفري او ايميديتلي بوست نيتال. بعد ما الحدث ده حصل وصل ان الطفل اتعرض للبرينيتال اسفيكسيا، حصل الانيروبيك ميتابوليزم. مشكله الانيروبيك ميتابوليزم ان الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي ديبندنت شانت مش هتشتغل، التشانل او الشانت اللي محتاجه اي تي بي دي مش هتشتغل، فهيفضل الصوديوم محبوس جوه الخلايا، البوتاسيوم بره الخلايا، فالصوديوم هيزود الاوزمولاريتي، فبيحصل حاجه اسمها السيل نكروزس، يعني بيسحب الميه، وبيحصل حاجه اسمها السيل نكروزس. والحمد لله ان المرحله دي ستيل ريفرسبل، يعني كون ان الخلايا وصلت لسيل نكروزس دي ريفرسبل ستيج، ممكن لو لحقناها ما يحصلش دامج. طيب بعد ما الطفل بيتولد، يعني الطفل اتعرض للاحداث وحصل انيروبيك ميتابوليزم وحصل السيل نكروزس ده، بعد ما الطفل بيتولد بيحصل له ريسسيتيشن وستابيلايزيشن، المفروض ان البلاد سبلاي هيرجع تاني للاورجان دي، بس البلاد سبلاي للاسف لما بيرجع للاورجان بيرجع محمل بانفلاماتوري ميديتور اوكسجين فري راديكلز، فبيعمل ري بيرفيوجن انجري، والانرجي فيلير اللي البرين اتعرض لها دي في اللي هي برايمري انرجي فيلير بتبقى اون جوينج بروسيس، حتى لو انت عملت ريسسيتيشن، حتى لو انت عملت ستابلايزيشن للطفل، كده كده المرحله بتاعه الانرجي فيلير مستمره في البرين، فالبرين بيدخل في حاجه اسمها سكندري انرجي فيلير، بيبقى فيه اوكسيديتيف ستريس، بيبقى فيه ميتوكوندريال ديبليشن، بيبقى الانترسيلولر كالسيوم بيزيد، والطفل بيدخل في السيجر، سواء عملت ريسسيتيشن ما عملتش ريسسيتيشن، دي اون جوينج بروسيس كده كده شغاله. فكره الريسسيتيشن كمان ان انت بتزود البلاد سبلاي اللي رايح للبرين، او البلاد سبلاي بيرجع للبرين بس بيرجع محمل بحاجات اكتر تعمل مور انجري بسبب البرينيتال اسفيكسيا اللي الطفل اتعرض لها، فبيحصل الريبرفيوجن انجري. في المرحله دي بيبدا بقى خلاص البرين بيدخل في ايرفيرسيبل دامج، الخلايا ساعتها مش بتبقى سيل نكروزس، بتدخل في مرحله اسمها السيل ابوبتوزس، والمرحله دي خلاص ايرفيرسيبل، عملت ثيرابيوتيك هيبوثيرما ما عملتش، ده خلاص ايرفيرسيبل دامج، فالبرين في النهايه هيحصل له بقى الاستروجلايوزس والريبير والريمودلنج، وبيحصل للطفل لونج تيرم سيكولي بعد كده، ممكن هيبقى سيريبرال بولسي او هياخد اي فورم من الموتور ديسوردر. يبقى اول مرحله برايمري فيز، وبعد كده الليتنت فيز، بعد كده السكندري فيز كده كده مستمره ملهاش اي علاقه بالريسسيشن اللي انت عملتها، واخر حاجه التيرشري فيز. طب انا دوري اتدخل امتى في الطفل اللي اتعرض لبرينيتال اسفيكسيا ده؟ انا دوري امتى؟ دوري ان انا احمي الطفل ده في اول 6 ساعات من عمره، واحنا لسه بنتكلم في مرحله السن كروزس قبل ما يدخل في السكندري انرجي فيلير، بنعمل له حاجه اسمها ثيرابيوتيك هايبوثيرميا. ايه اهميتها؟ ان انت بتحاول تقلل الميتابوليك ريكويرمنت بتاعه البرين، علشان كل ما الميتابوليك ريكويرمنت بتزيد كل ما الاكسيديتيف ستريس بتزيد، كل ما السكندري انرجي فيلير هيبقى اقوى، فانت بتحاول تتدخل بحاجه تقلل درجه حراره الجسم وبتقلل درجه حراره البرين علشان ما تعرضوش لستريس اكتر، فبتحاول تعمل ثيرابيوتيك هايبوثيرميا علشان تقلل الاكسيديتيف ستريس بتاع البرين، عشان تقلل الانجري او الدامج اللي ممكن يحصل بعد كده. علشان نشخص اتش اي او هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوبسي محتاجين 3 حاجات، اول حاجه كلير هيستوري ان الطفل ده اتعرض لبرينيتال اسفيكسيا او برينيتال ايفنت، تاني حاجه الايفيدنس بتاع الهيستوري ده، لما الطفل يتولد الاقي ان الايفيدنس ده موجود بالابجار سكور بيبقى اقل من 5 عند 15 دقائق، ان الطفل فيه ايفيدنس اوف اسيدوزس سواء بالكورد بي اتش او الارتيريال بلاد جاز تبقى البي اتش اقل من 7، ان انا لما اعمل الام ار اي برين الاقي فعلا ان الطفل ده تعرض لاكيوت انجري او ان هيبوكسيك اسكيميك انكفالوبس، الاقي الباترن اوف انجري موجود في الام ار اي، واخر حاجه الاتش اي اي مش سنجل ديزيز مش برين ديزيز، الاقي ان اذر اورجان اتاثرت في مالتي اورجان فيلير او الاذر سيستم بيحصل لهم فيلير، وخصوصا السيستم الفايتال اللي محتاجه هاي بلاد سبلاي اللي هتتاثر بالانرجي فيلير دي، زي مثلا الكيدني الجي اي تي الهيماتولوجيك الكارديو والريسبيراتوري، كل الحاجات دي بنلاقي في ايفيدنس فعلا ان الطفل اتعرض للاسفيكسيا. طب انا كده الطفل فيه هيستوري وبعد كده لقيت الايفيدنس اوف برينيتال اسفيكسيا، يبقى كده اسمه هايبوكسيك اسكيميك انسرت ما اسموش هايبوكسيك اسكيميك انكفالوسي. فتالت حاجه عشان اشخص اتش اي اي، عشان اقول كلمه هايبوكسيك اسكيميك انكفالوسي بقى الاقي ان هو نيورولوجيكال اكزامينيشن فعلا بتاعه تاثر، يبقى ساعتها يبقى الطفل متشخص فعلا اتش اي اي. بنعرف النيورولوجيكال اكزامينيشن ازاي؟ المودفايد سرنات سكور ده مختصر جدا عن السرنات سكور القديم، بنشخص ب6 حاجات،
الليفل اوف كونشسنس، السبونتينيوس موفمنت، التون، البوتشر، الاوتونوميك اند بريمتيف ريفلكس. بنقيم الحاجات دي في الطفل، وعلى حسب كل حاجه فيهم بنقول الطفل ده يا مايلد يا مودريت يا سيفير انكيفالوبس. يبقى هيستوري اوف برينيتال اسفيكسيا، ثم الايفيدنس بتاعها بالابجار سكور والاسيدوزس، الام ار اي، المالتي اورجان فيلير، ثم انكيفالوبس. يبقى احنا كده خلاص شخصنا ان الطفل اتش اي اي او هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوبس. طب الطفل اللي بتشخص بقى ان هو اتش اي اي، انت مطلوب منك ايه؟ المانجمنت. المانجمنت بيبدا من وقت الولاده، من لحظه الولاده. اول حاجه احنا عارفين ان خلاص من الاستابليش جايد لاين ان احنا بنعمل ديليت كورد كلامبنج. الطفل اللي سسبكتد ان هو اتعرض لبرينتال اسفيكسيا مش ريكومندد ان انت تعمل له ديليت كورد كلامبنج، يعمل ايميديت كاتنج للكورد ويجيبه لك في الريسستيشن عشان تبدا الايفالويشن بتاع الطفل ده. تاني حاجه ريكومندد بقى، احنا عارفين كده كده ان احنا لما بنعمل ريسستيشن لاي طفل بنبدا ب اف اي 2 21%. الطفل ده بالذات لازم يكون 21%. يعني لو انت فاتح الاكسجين اقفله وخلي الاكسجين ده كانه دراج، بتدي الاكسجين على حسب الساتوريشن بتاع الطفل. انت عايز تمنتين من 90 ل 95، فانت بتزود علشان تمنتين الساتوريشن بس، لكن ما ترفعش الاف اي طول 100%، لان احنا قلنا ان في حاجه اسمها اكسجين فري راديكال. كل ما هتزيد كل ما السكندر انرجي فيلير هيبقى اكتر، كل ما الطفل ده هيتعرض لانجري ودامج اكتر، فمش مطلوب خالص ان احنا ندي للطفل ده اكسجين. فانت بتشتغل بالريسستيشن 21%. خلي بالك من السي او 2، لازم تخلي السي او 2 وزن نورمال رينج وما يبقاش ناحيه الوش، لان كل ما يحصل سي او 2 وش كل ما يبقى فيه فازو كونستريكشن في السيربرال بلاد فيزل، فهيعمل مور اند مور انجري اند او مور اسكيميك انجري. وانت بتعمل له اسسمنت، الفيزيشن والنيرس يعملوا اسسمنت از سيم تايم، هتركب له لاين، هتعمل تسحب التحاليل او بتعمل نيورولوجيكال اكزامينشن. حاول تعمل المينيمال هاندلنج وتقلل الاستريس بتاع الطفل ده بقدر الامكان. وانت بتعمل ريسسيشن للطفل ده هتمينتين التمبريتشر وزن نورمال رينج. مش مطلوب وهو لسه في اول ساعه من عمره وهو لسه عندك مولود ان انت تخلي التمبريتشر بتاعته قليله. انت بتقول ان هو ده اتش اي اي، طب هو محتاج ان التمبريتشر تبقى اقل من الطبيعي. لا، هتعمل الريسسيشن والاستابليزيشن بتاع الطفل ده في نورمال تمبريتشر من 36.5 ل 37.5. ليه؟ لان انت لو قللت التمبريتشر بتاع الطفل ده من بدري كده ممكن اصلا يعمل ديستربت الليفل اوف كونشسنس، يدخل الطفل في امنيه، يدخل الطفل في برادي كارديا، يديك فولس امبريشن ان الطفل ده في انكيفالوبس ستيت، وهو ويبقى سببه اياتروجينيك، بيبقى سببه ان انت اللي انت مدخله في هايبوثيرميا من بدري. يبقى استابلايز وريسستيشن في روم اير ومينيمال هاندلنج، ودي لنفسك ساعه 1 اور على ما تبدا تعمل النيورولوجيكال اكزامينشن وتشوف الستة ايتم بتوع المودفايد سرنات سكور، وتقول انت جمعت هو مودريت ولا سيفير عشان تبدا تكلم الريفيرنج سنتر. يبقى في اول ساعه اعمل كل حاجتك في نورمال تمبريتشر، مش هايبر سيرميك، يعني ممنوع ان هو يوصل اكتر من 37.5. لو انت اتاكدت فعلا ان هو اتش اي اي والنيورولوجيكال اكزامينشن اثبت ان هو في ايفيدنس اوف انكيفالوبسي، يبقى انت ساعتها فعلا هتكلم الريفيرنج سنتر، هتقفل انت الريديانت وورمر وتكلم الريفيرنج سنتر وتحول الطفل ده عشان يبدا الكولينج. طب هل اي طفل متولد بالاحداث بتاعه البرينيتال اسفيكسيا محتاج ثيرابيوتيك هايبوثيرميا؟ الحقيقه ان هي ليها الجوريزم بنمشي عليه، الايجابيليتي كرايتيريا في ثيرابيوتيك هايبوثيرميا. اول حاجه لازم يكون الطفل ده اكتر من او بيساوي 35 اسبوع، وزنه اكتر من كيلو 800 في اول 6 ساعات من عمره. لو هو محقق الثلاثه دول مع بعض هتقلب على اللي بعده، لو مش محقق واحده فيهم مش هنعمل له ثيرابيوتيك هايبوثيرميا. لا بنعمل اللي في اقل من 35 اسبوع ولا اللي اقل من كيلو 800، ولو عدى 6 ساعات من عمره احنا قلنا كده كده بيدخل في سكندري انرجي فيلر، فمش هيستفيد حاجه من الكولينج. والحقيقه ان احنا ممكن نكستند الديوريشن شويه لغايه 12 ساعه. يعني ساعات لما المستشفى الثانيه بتكلمنا يقول ده عمره دلوقتي 9 ساعات 8 ساعات بنجيبه، بس الماكسيمم بتاعنا 12 ساعه، ما بنعديش ال 12 ساعه خالص. طب لو الطفل مجمع الثلاثه دول مع بعض هنبدا نشوف الاي بي جي بتاعته. لو هو في ايفيدنس اوف اسيدوزس البي اتش اقل من 7 او البيز اكسس اكتر من ماينس 16، او لو الرقم اللي هو بين البنين من 7 ل 7 15، يبقى محتاجين حاجه كمان مع الاسيدوزس ان الابجار سكول يكون اقل من 5 عند 10 دقائق، او ان الطفل احتاج بوست برجر فنتيليشن اكتر من 10 دقائق. ده لو الرقم اللي هو المقصوع ده اللي هو من 7 ل 7 15، لكن لو 7 او اقل فهو كده كده خلاص في ايفيدنس اوف اسيدوزس. لو هو في اي واحده من دول هتكمل في اللي بعدها، لكن لو ما فيهوش ايفيدنس اوف اسيدوزس يبقى هو اصلا ما تعرضش للبرينيتال اسفيكسيا. يبقى لو الطفل مجمع اول كولم وتاني كولم يبقى الطفل ده خلاص برينيتال اسفيكسيا. يبقى الطفل ده انت محتاج تشوف هو بقى اتش اي ولا لا،
يعني البرينيتال اسفكسيا دي بترقى ان هي عملت نيونيتال انكيفالوباسي ولا جاست هو برينيتال اسفكسيا. فلازم ثالث كولم بعد طالما قلت ان هو برينيتال اسفكسيا هتبدا تشوف الطفل ده حصل له سيجر بس يبقى هو انكيفالوباسي اتش اي اي وكلم السنتر على طول وحوله، او جمع 3 من 6 في المودفايد سرنات سكور، احنا قلنا هم 6، لو جمع 3 من الستة دول في المودريت والسيفير انكيفالوباسي يبقى خلاص هو كده اتش اي اي، هتكلم هتقفل ريديانت وورمر وتكلم السنتر وتحوله فور ثيرابيوتك هايبوثيرمي. طب افرض الطفل جمع الكولم الاولاني وجمع الكولم الثاني، يعني هو كده برينيتال اسفكسيا اهو، بس جه في الكولم الثالث وطلع نورمال لا حصل سيجر ولا في اي ايفيدنس اوف انكيفالوباسي، مش معنى كده ان الطفل ده سليم وهتقول له فور ديسشارج انت مش مجمع انت مش اتش اي اي، لا الطفل ده برينيتال اسفكسيا وات ريسك وممكن يجمع الانكيفالوباسي ليتر اون. فمطلوب مننا ان احنا نعمل له فولو اب نيورولوجيكال اكزامينشن كل ساعه في اول 6 ساعات من عمره، وبعد كده كل من ساعتين لثلاثه في الست ساعات التانيين يعني لغايه ما يخلص ال 12 ساعه من عمره. وطول ما انت بتعمل له نيورولوجيكال اكزامينشن لازم تمنتين التمبريتشر من 36.5 ل 37.5، ممنوع ان هو يدخل في هايبر ثيرميا، ولازم تعالجه بكل حاجه كانه اتش اي اي ما عدا بس موضوع التمبريتشر ده، يعني بتمنتين الهيمودينامكس بتاعه كارديوفاسكولار ريسبيراتوري سبورت كل حاجه كانك بتعالج اتش اي اي بس ما عدا ان انت بتمنتين التمبريتشر ما بين 36.5 ل 37.5. لو رجعنا للسيناريو الاول تاني خلاص كده الكلام واضح. اول حاجه ان الطفل اكتر من 35 اسبوع اكتر من كيلو 800 في اول 6 ساعات من عمره يبقى هقلب على الكولم اللي بعده، ان البي اتش اقل من 7 يبقى هو برينيتال اسفكسيا. ثالث حاجه مجمع انكيفالوباسي سكور، مجمع حاجه في الانكيفالوباسي سكور او مجمع 3 من 6 اللي سارجي والهايبوتونيا والابسنت مورو ريفلكس، يبقى الطفل ده تشخيصه بنسبه 100% اتش اي، يبقى هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباسي. كان عندي الايفيدنس اوف برينيتال اسفكسيا بلس الايفيدنس اوف انكيفالوباسي يبقى هو هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباسي، يبقى الطفل ده المين لاين اوف تريتمنت وهي الثيرابيوتيك هايبوثيرمي. طب بالنسبه للحاله الثانيه اكتر من 35 اسبوع اكتر من كيلو 800 في اول 6 ساعات من عمره، نقلب على الكولم الثاني البي اتش بتاعته اقل من او بتساوي 7 يبقى هو في ايفيدنس اوف اسيدوزيس، يبقى هو في برينيتال اسفكسيا. نيجي على الكولم اللي بعده الانكيفالوباسي لا مش موجود، بس مش معنى كده ان هو فور ديسشارج، يبقى هو برينيتال اسفكسيا لم ترقى ان هي توصل لنيونيتال انكيفالوباسي، يبقى مطلوب مننا ان احنا نتابع فولو اب للطفل ده كل ساعه اول 6 ساعات وبعد كده كل ساعتين لغايه 18 ساعه يخلصوا، وفي الاخر لو فضل كويس يبقى فور ديسشارج. لو ظهر فيه اي حاجه من انكيفالوباسي حدوث السيجر بس او ظهر فيه 3 من 6 في المودفايد سرنات سكور، يبقى الطفل ده ايميديتلي تبدا معاه الكولينج، ويفضل وانت بتعمل الايفالويشن للطفل ده ان هو تكون ان كونتاكت مع السنتر اللي بيعمل كولينج او تبعته للسنتر اللي بيعمل كولينج هو اللي هيتابع الحاله، بحيث ان هو لو حصل اي حاجه في الانكيفالوباسي يبدا معاه كولينج على طول. طب السيناريو الثالث طفل برده فول تيرم وزنه 2 كيلو 200 بيقول له هيدرامينوس ديكريز فيتال موفمنت، الغازات برده كان فيه ايفيدنس اوف اسيدوزيس، كانت البي اس 6 8، كان احتاج بوست بريشر فنتيليشن لغايه 15 دقيقه، الابجار سكور عند 10 دقائق كان 3، الطفل ده الاكزامينشن بتاعه ليثارجيك هايبوتونيك ابسنت تومور ريفلكس. ايه رايكم في التشخيص؟ اتش اي حقيقي لو حطيناه على الالجوريزم فهو اتش اي، يعني الطفل اكتر من 35 اسبوع اكتر من كيلو 800 في اول 6 ساعات من عمره، نقلب على اللي بعده في ايفيدنس اوف اسيدوزيس طب نقلب على اللي بعده في 3 من 6 يبقى الطفل ده فور ثيرابيوتيك هايبوثيرميا. طب تعالى نشوف بعد ما بدانا له الثيرابيوتيك هايبوثيرميا، هي الحالات دي كلها عندنا في الحضانه. بعد ما بدانا له الثيرابيوتيك هايبوثيرميا احنا طبعا بنعمل الهايبوثيرميا 72 ساعه وبعد كده نبدا الري وورمنج. فبعد ما عمل الهايبوثيرميا والري وورمنج كانت المشكله اللي قابلتنا بقى ان الطفل ده اللي اتحسن فيه الليفل اوف كونشسنس، الطفل بقى كونشس فايق بس ما فيش فيه اي سبونتينيوس موفمنت، مش عارف يتحرك، في سيفير بيرزيستنت هايبوتونيا، في ابسنت ريفلكس، وحتى ما كانش قادر يمنتين السبونتينيوس بريسنج غير فتره بسيطه جدا اتفصل من على الفنت اللي احنا فيه هنعمل الام ار اي برين وعملنا الاي اي جي وبعد كده رجع تاني احتاج الفنتيلاتوري سبورت. فبدانا نشوف بقى نتيجه الام ار اي دي طلعت ايه، الام ار اي ما كانش فيه طالع ايفيدنس اوف اتش اي اي او ايكوت برين انجري اللي يحصل بتاع الهايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباسي، ولا كان في برين مالفورميشن، ولا كان في ايفيدنس اوف سينيس انفكشن، ولا كان في الايفيدنس اوف نيورو ديجنريتيف او نيورو جينيتيك، الحاجات اللي احنا ممكن نفكر فيها نيورو جينيتيك او نيورو
ميتابوليك ديس اوردر، ولا كان في فاميلي هيستوري اوف سيميلر كونديشن، ولا كان ان الطفل فيه ديسمورفيك فيتشر ان هو الحاجات برضو بتاع تبع النيوروجينيتك ديس اوردر، ولا بيرزيستنت هايبوغلاسيميا، ولا ريفراكتوري سيجر اللي كان فيه الابنورمال نيورولوجيكال اكزامينيشن اللي هو اللي احنا هنقول عليه النيونيتال انكيفالوباسي، بس تيل ناو احنا مش عارفين السبب ايه. ما طلعش بيور اتش اي اي او سيمبلي اتش اي اي، ما طلعش فيه المشكله بتاعه الاتش اي اي، لان الاتش اي اي هنعمل الام ار اي هنلاقي الايفيدنس اللي بيقول لنا ان الطفل ده تعرض لاسكيميك انسولت بقى، ان هو سواء في البيزا جانجليا السلامس الووتر شيد انفاركشن او اخذ كورتيكال سب كورتيكال بيبقى لها ديستريبيوشن في الام ار اي يقدر يشخصها. فما طلعش فيه الحاجات دي، والاي اي جي كمان طلع فري، ما طلعش فيه بيرس سبريشن او الحاجات برده بتاعه النيوروجينيتك او النيورو ميتابوليك ديس اوردر. تفتكروا نفكر في الحاله ثاني ازاي؟ نايس ايه نعمله له ايه؟ طيب احنا بقى ريتروجريد رجعنا الهيستوري بتاع الحاله تاني، لان الحاله جت فعلا وبدات الكولينج وما اتحسنتش، فرجعنا الهيستوري لقينا ان الطفل ده كان فيه بولي هيدرامنس، كان فيه ريستريكتد جروس، كان اي جي ار، كان وزنه اصلا 2 كيلو 200 وهو اصلا فول تيرم، كان فيه ديكريز فيتال موفمنت. ده على مستوى الهيستوري. على مستوى الاكزامينشن لقينا ان الهايبوتونيا سيفير بيرزيستنت هايبوتونيا اوت اوف بروبورشن الديجري اوف انكيفالوبسي مش ماشي خالص مع الاتش اي اي، وكان فيه ديكريز ايفن ابسنت ديب تندر ريفلكس. فما كانش قدامنا غير ان احنا نفكر في الحاجات النيورو ماسكولار ديس اوردر، ما كانش ينفع نعمل له غير المصل بايوبسي بس، لان ما عرفناش نعمل النيرف كوندكشن ستادي ولا الالكترومايوجرافي، ما عملناش غير المصل بايوبسي في من المكان اخذ البايوبسي واتبعتت القاهره، وبعد كده النتيجه جت لنا ان هو نيمانين مايوباسي او نوع من انواع المايوباسي، والطفل ده فيتر فنتليتور ديبندنت وتحول للاي سي يو. لو في حد موجود من عالم الاي سي يو مش عارفه هو لسه موجود لنا ولا لا، يمكن عمره دلوقتي عدى 3 سنين او 4 سنين لان هو فنتليتور ديبندنت. فايه اللي خلينا بقى نفكر في اذر كاتيجوري غير الاتش اي اي؟ في حاجات سجست فور اتش اي اي احنا قلناها خلاص، ان الطفل كان نورمال جروس، نورمال النورمال كورس اوف بريجننسي، سادن اونست اوف اكيوت برينيتال ايفنت تحصل ان هو رابشر يوترس، كورد برولابس، الطفل تعرض بليدنج، حصل ليد فيتال هارت ريت ديسيليريشن، بس مفترض ان هو ما يكونش فيه بول هيدرامس، ما يكونش فيه اي جي ار، ما يكونش فيه ديكريز دي فوتال موفمنت، هو كان طفل طبيعي بس الايفنت اللي حصلت دي هي اللي دخلته في قصه الاتش اي اي. تاني حاجه ان لما الطفل بتاع الطفل الاتش اي اي الانكفالوباسي بيبقى ريزنتد ايميديتلي افتر بيرث، والانكفالوباسي بيبقى ماتشد مع الهايبوتونيا او مع الاذر انكفالوباسي سكور، يعني الديجري اوف انكفالوباسي بتبقى بتساوي للديجري اوف هايبوتونيا. لو الطفل في ديستربد ليفل اوف كونشسنس هيبقى فيه سيفير هايبوتونيا، بعكس الطفل بتاعنا كانت الانكفالوباسي او الليفل اوف كونشسنس بتاعه اتحسن لكن كان فيه سيفير بيرزيستنت هايبوتونيا. والانفستيجيشن برضو بتاعه الاتش اي اي بيبقى فيه الايفيدنس اوف اسيدوزس الام ار اي يقدر يشخص، وبيبقى فيه ايفيدنس اوف مالتي اورجان فيلير. لكن الحاله بتاعتنا كانت ليه نيوروماسكولار ديس اوردر، لان الطفل ده كان فيه بولي هيدرامس اصلا من الهايبوتونيا، مش قادر يعمل سورنج الامنيوتك فلويد، برضو ما كانش فيه الفيتال جلوس بتاعه ماشي مع النورمال بتاعه، وديكريزد او ابسنت فيتال موفمنت، والام قالت الكلام ده، فده معناه ان برضو ان الطفل المصل باور بتاعته هي اللي فيها مشكله او المصل تون، فالطفل ما كانش بيتحرك اصلا النيوترو كويس. بالاكزامينشن الهايبوتونيا اوت اوف بروبورشن الديجري اوف انكيفالوبسي، وده دايما بيخلينا نفكر في النيورو ماسكولار ديس اوردر، والهايبوتونيا بتبقى في الاتش اي اي بتبقى ديفيوز سيمتريك، لكن في النيورو ماسكولار ديس اوردر غالبا بتبقى اسيمتريك على حسب المكان اللي حصل فيه الليجن، ويبقى فيه ابسنت ديب ريفلكس، وبيبقى فيه دايما الفيشيال والبلبر هايبوتونيا بتبقى اكتر من الابنديكولار هايبوتونيا. الانفستيجيشن بتتعمل له السي كي انزايم، الالكترومايوجرافي، النيرف كوندكشن ستادي. لو كل ده فشل سواء ان هو اتش اي او نيورو ماسكولار يبقى بدور في جينيتك، ودلوقتي جينيتك بان بدا يبقى في حاجات كتير ممكن توصل للتشخيص. يبقى المستفاد من الحاله دي ان لو الطفل بريزنتد بانكيفالوباسي وحطيته على الالجوريزم بتاع ثيرابيوتيك هايبوثيرميا وحقق في الالجوريزم، ابدا له الهايبوثيرميا، لان الاليجيبيليتي كريتيريا فور هايبوثيرميا انترناشونال بروت. لو الطفل وافضل بقى روح ويجي على الدياجنوز بتاع الاتش اي اي، شخصته اتش اي اي خلاص تمام، افرض ان انت وانت بادئ له الهايبوثيرميا الدياجنوز بتاع الاتش اي اي بالنسبه لك ما كانش واضح وشايف ان هو مش ماشي مع الاتش اي اي، بس ستيل نيورولوجيكالي افكتد او الانكفلوبس سكور بتاعه افكتد، يبقى هتكمل في الثيرابيوتيك هايبوثيرميا لغايه ما ال 72 ساعه يخلصوا، وبعد كده بتشوف الدياجنوز بتاع الطفل هيبقى ايه. وبيبقى فيه اوفرلاب في الدياجنوزز، يعني ممكن يكون الطفل اتش اي اي واذر دياجنوزز،
فلو لو هو مجمع الالجوريزم بتاع الهايبوثيرميا يبقى هتبدا له الهايبوثيرميا ده الصح. يعني اللاين اوف تريتمنت اللي احنا عملناه مع الطفل ده ما كانش غلط، كان فعلا الهايبوثيرميا، بس الهايبوثيرميا مش هتجيب نتيجه غير مع حالات الاكيوت برينيتال ايفنت او الاكيوت اتش اي اي. حتى ايفن الكرونيك اتش اي اي ما بيجيبش نتيجه، يعني الحالات اللي هي كونجنتال هارت ديزيز اللي هي ان يوترو او كده دي مش السيرابيوتيك هايبوثيرميا الى الان مش من الجايد لاين اوف تريتمنت بتاع الكرونيك اتش اي اي. مش عارفه في حالات ايه الام ار اي ممكن يتعمل من اول اليوم الثالث لغايه اسبوعين من عمر الطفل، من بعد ما بيخلص الكولينج لغايه اسبوعين ممكن يتعمل في اليوم الاول. في اماكن بس دي مش في مصر بتقدر تنزل اصلا بجهاز الكولينج على جهاز الام ار اي وتقدر تشوف البرين من اول يوم من عمر الطفل. لكن الريكومند على حسب بقى، انت لو عملته بدري يعني في اول اسبوع من عمر الطفل بيجيب الريستريكتد ديفيوجن ده على مستوى دي دبليو اي، يجيب لك الريستريكتد ديفيوجن في اماكن معينه ماشيه مع الاتش اي. لو عملته بعد اسبوع او في ال 10 ايام من اسبوعين بيبقى التي 2 تي 1 بقى والتي 2 بيجيب لينج تيرم سيكول الفاينل دامج اللي حصل. الاي اي جي الامبليتيود انتجريتد اي جي اللي هو بيت سايت عندنا في الحضانه ينفع يتعمل، والاي جي كونفنشنال بعد ما يتفصل بقى من على الكولينج علشان برده لو هو في موضوع السيجر والبرين الباك جراوند بتاعت البرين. هو لو الوقت خلص خلاص الحالات دي انا كده خلاص. يعني هم كان الاثنين كاتيجوري المهمين الاتش اي اي والنيورو ماسكولار ديس اوردر هي ليس كومن ولكنها موجوده وبنتلخبط فيها. يبقى النيونيتال انكيفالوباسي ميلي بيساوي اتش اي اي، لان يثبت العكس. لو اثبتت اتش اي اي ابدا سيرابيوتيك هايبوثيرميا، لو ما اثبتش ان هو اتش اي اي بتدور على بقيه الاسباب، وزي ما قلنا بيبقى فيه اوفرلاب في الاسباب. السيرابيوتيك هايبوثيرميا مش بتفيد غير حالات الاتش اي اي بس، مش هتفيد الحالات الثانيه بس. زي ما قلنا الانكلوجن كرايتيريا او الاليجيبيليتي كرايتيريا بتاعتها انترناشونال برود، الام ار اي از ريكومندد لاي حاله نيونيتال انكيفالوباسي لانه بنسبه كبيره بيشخص الحاله، بيجيب الدايجنوزس والبروجنوزس بتاع الحاله ده هيبقى ماشي ازاي. اللي هي ايه؟ ثالث يوم بعد لو هو على هايبوثيرميا يبقى بعد ما توقف الكولينج بعد 2 ساعة، يعني هيبقى في رابع يوم من عمره تقريبا. ثانك يو. شكرا دكتوره منى، اداء رائع ومحاضره قيمه.